الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. درسنا ودنبيي وحوكساب سنة شبهات كمعتزلة هي جوابها أهل العلم وهي كبحيين. مركا دليلك ياها تجسيمك اما الشبهه دي تجسيمك اي جوابها سي كوتش هناين وعن الشيخ مركا اصل كا اصول ان هاين ويقول الشبهه دي ان ليهين واحد هذين صفات كوحان ودي ادني اثبات صفات يستلزم تعدد القدماء اثبات الصفات يستلزم تعدد القدماء ان الله سبحانه وتعالى صفات لو سغا وحي كان سنيسا قدمدا ما كو صفه القدم له اي كو صفيساني ان يمد كبديهين ساسي كان سنيسا ودن الله سبحانه وتعالى يد السغن يداسي ان لا اله الا هو قوم تو صفاي وتاي لا يقوم بالله الا قديم وح قديم ايوب الى الله قوم هذه يد قديم نقطه ده قديم كلو مع الله يبي نقونس وجينا قديم كلو مع الله يبي نقونيا وكذلك الصفات كيولن مركا هذين القديم يكلا سغنن ده الهيه كلا سغنن بين نقونس ولهذا بواصل ابن عطاء ائمته كميد وحيري من اثبت معنى صفه تقوم بالله فقد اثبت الهين قفك الصغة صفة إلهي ذا تديس كقوم إيسا لما إله الصغة وصفة دين قديم بين قرن إيسا وإله الله سبحانه وتعالى وقديم وإسنا وإله مالك النصارى دي سدح دي إله الصغة صغة كحن وكدر بين قرن إيسا مالك سيئنا نقول لعين كفر كفر جي النصارى دا كحن وإنان إلهي سبحانه وتعالى صفات زائدة على ذات وإنان الصغة وعلى لوح الصفات الى الله اضافيه في القران الكريم او في السنه النبويه وان نراهنا وذات تدون ذات تدون بالوجه السمع وذات تد البصر وذات تد وما معناه كل الدول ما اصل كان الضباع اما شبه تعدد القدماء تقوم على ثلاثه اصول صدح اصل بي شبه هذا سكوت انت اصل الكباد و قولهم الصفة غير الموصوف وحلان صفة هي موصوفك وكل اللبع وجعلوا صفة شيئا مستقلا عن موصوفها صفة وحي كدقا شيء كما دحبنان كاي صفة وطحي مركا هذه صفة للصغة وشيء لبعض للصغي وكا لو صفينايو مستقل كا كما دحبنان صفات دحد دي لسوغو افراد شنات تبنات بقلات وشي كله ومستقله وموصوف كا كما دحبنان كاس الكوبه شوف هذا انا كو قتن توا مخي ان صفه غير الموصوف صفه هي موصوف كل بكليين اصل كلمات ما يقوم بالله يجب ان يكون قديما ما يقوم بالله يجب ان يكون قديما وحلا لو حي الله كقمي حواجب انه نقض قديم وحسنه الري ودين اورن لاين بين الى صفات بوليه ذاتيس كقما وذاته دهيرات كا صفات كاسي ان قديم هذا با واجب نقول الله او شيء حادث الى كما قومي كرو وايو حدوثك وحو الدليل يهي مخلوق نمو وكل حادث ومخلوق ولا بد له من محدث مركب حرادين ما يقوم بالله يجب أن يكون قديما حي لا يقوم ودمين وقديم نقضى واجب لهذا حادث نقضى إلهي بقى محل الحوادث نقضى وما كان محل للحوادث فهو مخلوق وعالم كرير يهيمت سود الريو قديما وينحو الدليل الشديد حلول الحوادث
وحيابه يكسو الدريان يتغير يسبدل أصل كصدحات لا قديمة إلا الله بين هذين من قديم متشرو إلهي مياري قابل تسلسل كادادو وفيرسو صدح لا الريموت سيسد بيالان صفاته وشيء كلا وموصوف كان هاين وكمدح بنان صور عد ما تاس وحا إلهي كقمان وحا واجبين ونغضو قديم ودل شيء حادث ما إلهي كقمي ما كان محل للحوادث ومخلوق إلهي المخلوق يبا كرالس ومحدث لي تصدحات قديم متشرو إلهي مياني بل واحد هذين أخص صفة لله وصفة القدم صفة أقوك قارصا إلهي أقول لي عدنا أن الله وداقين وصفة قديم لماذا مركا إلى هذين صفاتكو وموصوفك شيئا أهين هذه إلهي صفات الله السقين أشياء كلا الله السقين أياك دلانيس أولي إلهي بكو قمتا وحي إلهي كو قمانو وإنو قديم نقضو قديم نمتشيرو إلهي مويان مركا دي قديم كلا الله السقين إله كلا الله السقين أين نغانيس كاسيا إلو حاسو لنو قبت بادنو إثبات قديم على الله ودي كفر وشرك إله كلا الله السقين وإن راه إلهي صفات ماله هدو صفات ليه يهي صفات كيساسي غيره بين قلعين وإساها كما أحبنان إلهي بيكو قم تهدي لدانا وحي إلهي كو قمانا وإنو قديم نقوم إثبات قديم مع الله نوا إثبات إله مع الله وصفة القدم وصفة إلهي ولقار كي أخص صفة في الله سبحانه وتعالى ساسين هذه أرينت المركة برينت يدو حيوبها أنت هاي نصدح ذا أصال مركة لقاهد له ولبكا وقدراني واكوه الرأي وصفة غير الموصوف وباطل أهل السنة وحي إليهين أرر مينو الصفة هي الموصوف وإلهي صفات كي سوى الشيء قرون والنفي صفات بعده تاكر دلالة يا سوما هذه صفات كي ذات تدو اللعلي ولا ذات تدو صفات كواسكم أرر مينو صفات الله وغيره صفات كي إلهي إساقا ما هو الشيء كلاوة كمدح بنان محين أرانينا الصفة للموصوف بين أرانينا صفة وحا إسكالك هي صفوتي الصفة تابعة للموصوف صفة مد مستقل كأي صفة أوتهاي وكمدح بنان معها كأي صفة أوتهاي بي تابع أوتهاي الصفة مرتبطة ملازمة للموصوف صفة وحا كحران تهاي ولازمة أوتهاي كأي صفة أوتهاي فلا تأخذ حكم مستقلا صفة ما قادن كرت حكم مدح بنان وموصوف كمدح بنان وهذا ليس في حق الله فقط رنتها سنة إله يقول أمرك لقاضي ماي حتى في حق المخلوقات والسلاس ومخلوق صفات كيسو يسجي تابع يهين ملازم يهين أي كحريهين شيء كله وأن يسجى هين وكمدح بنان ماها إمي كوجهك مشي كلا أديك أنا هين با وصفة ذات ذاتو إلا ذي يداك جعماج لون كاج ميدب كاجو مشي كلا ملح بنام با أديك أنا هين وكذلك طولك وعرضك درر كاجا يبلر كاجو وصفة أدلة ذي أشياء أديك كام ملح بنانو حكم كاجا حكمان هين قادنا يسا معها كذلك صفات الأفعال وتابعة لموصوفها شيء مستقل كا وكما لحبنان معها صفات النبي عليه الصلاة والسلام نبي كلاميين دي صفات أنا موصوف كا أهينو تابعو أهينو أي كما لحبنان تاي صفات كالنبي قو نمي نبي كلاي نقول لهين اللي هو أكون له هدينو إلهي صفات السبنة القديم بين نقوليان هدينو قديم كلو إلهي هينو السبنانا إله كلين السجن سوسيجهم الله طيب النبي جو كالي النبي قد صفات الدين والسجن صفات كاسم النبي جيبه مسوى شيء كلو النبي جانا إنه كم ذح بنان قاعد يضرب مركل القصة على واش شيء كلو النبي جانا إنه كم ذح بنان وصفة وغير الموصوف بيلين مركل سميدين عادي
marka tacaddud anbiya ba daala ka dhalanaya sifo kasto nabiga loo sugay inuu nabi kale noqonaysa intu nabigu sifo lahaa oo nabiya inuu sugay bay noqonaysa qofka nabiga sifadu sugaa waa sifadka nabigu sifada nabinimo ma qaadanayaan وهل يوصف صفات النبي بصفة النبوة من النبي يقول بصفة النبوة الله سجيا مع صفاته يود تابع ملازم واه بس صفة كستاء النبي يقول لي صفة النبوة أيضا الله سجيا وهنا يطوله متصف بالنبوة عرضه متصف بالنبوة لونه متصف بالنبوة هذا باطل طبيبك دكتورك صفة الطب السجع هي صفات كسر تابع عبا الله سجيا صبا لكن مية صفات كسر سجارة الله قص سجيا صفة الطب ولنا طوله طبيب درر كسر واحد اختر نين كان اختر كان اختر قلها مودي رقعيد معتزلة الله قص عذاب صفة كسر ولا هي السجع مستقل بيكتب كم ذحبنا أنت صفة ولا هي صفة دي إذا تدي سلهيت أي يلانسة وصي مستقل ما ذحبنا أنا ويا لانسة مركا اختر ك ishi soo dhaqtar oo sankii soo dhaqtar wajigi soo dhaqtar oo gacanti soo dhaqtar oo lugti soo dhaqtar oo midabki soo dhaqtar oo dhererki soo dhaqtar waxa sa ka dhalay waxaan ku hadlayaa marka waa shay baatila in mawsuuf ka iyo sifadi salaba shay oo kala madax banaan laga dhigo shay baatila wi oo taaddud ku fi haqqi allah oo qura ka dhalan waayo hatta fi haqqi al makhluuq ka dhalanayo waadiga ay noqonaysa magaca maxamed ila dhalan ninkani maxamed qura ma ومحمد دب ذوي هذه صفات عينو سوينا محمد دب ذنبو نغريا ووتشي سوى محمد كلا قعنتي سوى محمد كلا لوكتي سوى محمد كلا مدبكي سوى محمد كلا دركي سوى محمد كلا هل يقبل هذا العقلاء هل كي نقوضا وهالكاس إنه قصدا ورمي نحن هو محمد قراء ونو أولا صفات ساقة تابعة صفات كي سروح إساق كما لحبنان ما مستقل كا وهكذا نقول في حق الله ورغم من الصفات كإلهي وأشياء غير الله يا إلهي أنا عين ومستقلة عن الله وإلهي كما أحبنا وصفات ألوهية ضي لنا نيسا وطيل الصغب إله كلين للصغية كلا نيسا لا نقول هكذا سيدا أوران مينو أصل كالباضة ما يقوم بالله يجب أن يكون قديما وحلا لوح إلهي كقما إنه اسم قديم نقدا واجب تسوى باطل وحانا أي فرع كتهاي أسل كودة صوص عدي السجن أي ربورين دورنا وآه أعظم الدليل على حدوث العالم إنه يأي تغيرك هي حدوث الأشياء فيه عالم كاني مركي ملاحظين ردينية المعتزلية أشعرية دليل الحدوث كواكسمي هنا وحي إلى هدين عالم كان إنه حادث يهي وحاء الدليل ما يحصل ما يحدث فيه من التغيرات اسبدل لذا كسو الدرنية أي الدليل إنه حادث فيه مرها دي الدليل كحادث المدرسة كسو بناتنا فلا بد لكل حادث من محدث مد كستو سو الدرنية مد سو الدرنية إنه ليه بلغة مرمانا marka hadda ilaah buu leeyahay ilaah wujoodkii saasan ku sugeen xuduudul caalam kan ku sugeen waynu ka hadal doonaa daliilkaas marka kaas uu ku saleysan yahay ah hadii la yiraahdo sifaad mutajaddida oo haadith buu ilaahay ku sifooba sadee afraad oo sifatul af'aal oo kale sifatul ikhtiyariya afraad oo soo mutajaddid haadith ma indaal sun oo hadalaan ilaahay hore ugu hadal oo jadiid waad ku hadlay qiyaamaha ku hadlaya mid intii adduunyada dadku joogeen aanu ilaahay ku hadal oo ilaahay aranu horo caroon buu yoomil qiyaama caroonay sa xadiidka ba ku cad iyagu xileen maayo suurtagal ma taas dayno raahno hadatha ghadab lillah ara ilaahay u soo darisay sabab keensatay awgeed ilaahay mahallu hadith buu noqday ma kaana mahalla lil hadith oo tagayru ku dhaca waxa daliil u tahay makhluuq yahay marka deynu ilaahay inuu makhluuq u sheegna ba taa ka dhalanaysa marka waa inuu raahno sifaat ikhtiyariya oo ilaahay ku sifeysan yahay ma jirto way marka taasina waa baatil seenu sheegna adilada khilaafsan tahay
وأفراد وأحاد الصفات الاختيارية سأدل له عديسة وحادث أصل كي كل صيان وحدوث كإنه يهي دليل الخلقنا صحمة وباطل تص. طيب دليلك أما الشبادة صدحات تجسيم تعدد القدماء تصدحات معين ليه الحدوث دليل الحدوث والعراض دليلك ويكم ديسين معتزلة دي أشعريه هي ما تريد يده وحيواتها يعني من كاسي الملاحدة الذين ينكرون وجود الله كو ملاحدة إلهي سبحانه وتعالى تريتان كيس الديدن بيواتها يعني وأرادوا إثبات وجود الله عقلا إلهي إلو تشيرو إن السقام بيدونين ويكون السقام بالدليل العقل مركا وحي لهذين وضد أمرين إثبات وجود الله وعكدين دليل الحدوث دليل العراض نوال العضاء ووحي لهذين إلهي إنو تشروح الدليل عالم كني وحادث إنو عالم كني حادث يهي نوح الدليل ما يحدث فيه من التغيرات اسم الدليل هذا عالم كان كدعا وحان هورو تشرين أي كسو الدريان عالمكو مرها دي حدوث كي سياسو درينتي سواء يقصق ناطو تغيرات كي حدوث كي نحدي سبعية وحادث نمدي سواء يقصق ناطو دي لابد له من محدث من سواء درينو ياشا ولا قمارمان محدث كي سنوى الله سبحانه وتعالى فهذا الدليل فحدوث العالم دليل على وجود الله سواء درينت عالم كوحد دليله تاي إلى يتشريتان كيس ساسير هذا تاكو مدي الدنين وحدوث العالم دليل على وجود الله وكلام صحيح كاس ودل عليه القرآن أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون غير ذلك من الأدلة وتاسي ما محل نزاع بين أهل السنة وبين المعتزلة والأشعرية ومن تبعهم وحي أهل السنة دي دين ومحي ووحى مذهب كان إنكار الصفات أما إنكار معانيها وكان الشيء وإن عالم كان حادث يهي إن دليلورت اللور راديو وعالم كان حادث إنه يحكو سود الريان وما هامد دليلو بها وهو مد مشاهد ودي العركبة وفان هورو تشيرين بعد نالانايا وهكذا روبان هورو قدين باكدايا إن حدوث العالم دليل لو قد لقى التغير كنا اسم الدليل هذا كل عاية وباطل تاسينا هل كايقو مالك مريان واجهت مشكلة ملاحدة دي محي كور استاقين إلهي إنو موجود يهي وحق الدليل حدوث العالم ومردو عالم كحادث نقول لابد له من محدث حدوث العالم لو حق الدليل التغير والعراض أيه الدليل هل كامر كي نمان كاكوهر استاقين دليل كاي كو أفواتيين أيا وحا كوهر تمي أدلة القرآن والسنة وإلهي تيرين إيسا صفات إلهي وفرحة وعروضة وحبو تشعلادة وحبو نعاء ضدبون حريستا قاربو عذابا دبيتنا دواء تغيرات صمة تغير كل محدود دليلها حدوث كده كده لا إله رادو صفات كاسو يش حادثة ده حاجة أفراد دي حاد كده مركب لقى يقوم دي لا هنا إنه حادث يهيب كده ناس اللي دليل الحدوث كم حوها التغير والعراض صمة إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى هكذا لنا يسين ولا محل الحوادث نقول التغيرات يكون عاد صفة مركي وراء أنا كوسفة سنين مرد بقى كوسفة وهكذا الكلام مت كود بقى ونقط إن الدليل كودي كتنازلان أيو الدليل شدان عالم كونه ياي حادث حادث كستان محدث إنه يا شاي لقى مرمانتي وهذا الدليل كوجود كيلاي كوسو جيان الدليل كقوة إنه وجود كيلاي تسني أنا كنجان إيو إن إله صفات كي كأنفيان
إلهي صفاتك سوغستود واحد دليل نوقنسا إلهي تغيرات واحد دليل نوقنسا إنه إلهي مخلوق يهي سان إلهي مخلوق أن لوغا دغين إن صفاتك لديد والله با خيارو ميد وليبا صعب يهي إن دليلك دما وجود كإلهي لوغ سوغيه ملاحده لوغ ردينيه لغا تناسلو إيا إن إلهي محل الحواء صفاتك لو سوغو تار معنيد ونقدو مركا قاعيده لوغ سوده إنه إلهي محل الحوادث مركا خيارك ضم بأي قاتين وإن إلهي صفات كي لقاء فيه ونسان إلهي محل الحوادث نقول والدليل مخلوق نمو وإن إلهي صفات كي لقاء فيه ونسان هذا صفات كان مخلوق يبقى لوغة شيدا يوحيا بكالي الصفة خالق وليهي لوغة ما تشيد وحن الله يقال نمر كالدليل كان دليل الحدوث دليل الأعراض نوال الرعاية وأرنك علم الكلام قبل سبوك بسي وإلهي وجودك سواحي كسوغين كذلك باب الأسماء والصفات وكاي أصل وقردقين وصفك استقو حادثة أي كديدين حتى متقدمين تأشعرية وكويدة صفات الأفعال وصفات الاختيارية وكديدنا دليل كاي ديد ماذا كسلين واكا haddana raana caraan ilaahay horo caraysnayn buu imi ka caroonaya qof aan horo jicleen baad jiclaanaya deeyno hadatha fihi shay bay taasi noqon sooba xuduuthu tagayurna mahu daliilu aha hadithnimo hadith kastana waa makhluuq rasaalada taasi u dhicin sifaat kaas ilaahay subhanahu wa ta'ala wa inaynu inu ka anfino daliil kan daliil xuduuthna iska ilaali waan kugu cilcilinaya hadalkaas حدوث العالم إنه الدليل يهي على وجود الله أهل السنة مديدنا حي ديدين إن حدوث العالم لقد يقول الدليل كقرية تصيني على وجود الله وأدلك على أي إلهي تريتان كيسة تصيني ودليل الفطرة وكمي دي ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجساني أرنت لبعض الديدين نوع محي وحدوث العالم عالم كلمة سود الرئيين وياهي إن دليل لغة لغة أعراضة هي تغيراتك لبعض الديدين دليل الحدوث فيه خلل كبير والدليل خلل بدني كتر الخلل الأول كتر وحوي أنه دليل مبتدع والنبي عليه الصلاة والسلام إلهي وجود كيسة حدوث كاية وقاب كاية ونقيان حدوث كاية ودليل كيسة التغير كاية هي عراضة إلهي وجود كيسة ذاتك وقموس وكيرين وكذلك الصحابة رضوان الله عليه وجود الله أمر فطري إنه يهي أيوة أركية وحدانية الله بعدتك توحيد الله وإفراده بالعبادة أي اللوغو باقي أركان الرادو الدليل على وجود الله وحدوث العالم والدليل على حدوث العالم ما يحصل فيه من التغيرات وشيء بدعاء والنبي قال هي القرون الثلاثة المفضلة أنا يقول الخلل الثاني الدليل كتيرة والدليل فيه صعوبة لذلك طلبة العلم قابل لقى أمريكا الله شرح إن فهم كيس وقات كذا صوما يقول محي ليهين إن إلهي وجود كيس هذا الله صعب حدوث العالم لغو قرطه حدوث العالم لغو قرطه ما يحصل فيه من التغيرات وواتش برطه قف كان إلهي تريتان كيس الدليل كاكو قرانينا ويسكو خلافين وقاركود وحنا وكافر حتى هدو سكال إلهي كو قرطه قاركود نوحي لادين ما يوا مرهدو إلهي وجود كيس يقين صدي ومسلمه لكن وآثم وأرين واجب كوا هيدا معرفة وجود الله بدليل الحدوث أيو كتكي وفك واجب كتك أنا وآثم أرينت النظر كي أول واجب على العبيد إليهن والنظرنا تاسي كدلت والنظر كو وقياس يدي للتركيبين أيي اللقو قرن أيي إلهي وجود كيسا وهالك الله سيمر يايتاي مركورين للسوق حدوث العالم حدوث العالم نوح الغصق يا ونقضه
تغيراتك هي أعراضها. أرنت كلا صدق هذا الدليل كان خلل كيسة تسنسا. دليل كايرادين والدليل كأجوين أساس كوا معرفة الطلاب يجوزكو خلافين. خلافهم فيه لا يحصر ولا يعد على تركوب كرما. مركا واحد يجي بيسكو خلاف سينين. أي كده جيان هذا الدليل كقول إلهي شريتان كيسة لقو قرنين. وفك إلهي شريتان كيسة الدليل كأمر وعير قار إليه وكافر قار إليهين. وآثمه الدنبابيه خلل كافراد دليل كو جرا حوي ما يترتب عليه من النتائج السيئه دليل كو حكرت مي نتيجوين حنحن او فربدن حتى قال بعض العلماء ترتب عليه 100 نتيجه سيئه بقول نتيجه حنبا كرت مي بينه دليل كاس ودي نتائج كرت مي هذا مركينو باب الاسماء والصفات شغل محاكمه بده تنفي صفات الله الواردة في الكتاب والسنة ما هي النتيجة السيئة هاي إن آيات القرآن كهاي حديث النبي قص هاي إلى صفاتك وتيرين السيء صفاتك أي شيء جي السيء لا أنفيه ولا ديده والله لا إله سبحانه وتعالى صفة معه ولا يركن الله من وحي كرش على إعراض عن الوحي وحي يجيب كتشيستين وحي وتشيستين مركا منطقة هي كلام كهاي فلسفة سو تشيستين يتنا الضلال إيه باديو بي وقد عدعين مركا من أعرض عن الوحي في باب العقيدة الضلة بابك عقيدة وقفك وحي كتشيست مقدمات عقلية كلامية عقيدة سكونسة وضد حقه وكلمية وكذلك من أعرض عن الوحي في باب الفقه وفك وحي كتشيست مركا لتشوغو بابك فقه إيه فروع ذا يا أحكام أفعال العباد السبن واللمية لا شك ومن أعرض عن الوحي في باب السلوك باب كعبادة يزهد إيو هبدقنك أفك كتشي استوحي فإنه يضل كما حصل للصوفية سأكون عدي صوفية وأيو هنون أعلم في كل باب من أبواب الدين محوكو تشرا اتباع الوحي بكو تشرا وإن تطيعوه تهتدوا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى باب كستو أبواب الدين تكمدة هدي وحي قال لك أبحو وحك لله أبحو قواعد أساسيات مقدمات مرتبة وغير مبنية على الوحي بل مستندها العقل على كتر زده عقل جيد أما مستند كيدو وياهي مثلا تعصب لمذهب يدفاع مذهب سيجار اللي هو الدفاع أيوه ضد كانوا يقولوا لزامين يعني الرعام ضلال باللغة أرنتها اللغة دعية مركا عليكم بالوحي في كل باب من أبواب الدين وأنا إلى هاي نبي صلى الله عليه وسلم فاستمسك بالذي أوحي إليك اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء نبي قلنا ومدي سودر دارمي فمن يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين سنة سوامح والقرآن والحديث والدين تي نبي قلقوا سودة تشيبا هالكا سنة رسولك عليه الصلاة والسلام وقت شيدا حديثك وقرى معها سنة استلاحي هيدا مستحبات كي مندوبات كان لها كان لوغة متشيدو يعني هو الدين والوحي الذي أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام مركا وضرك السالمان كاسي مركا وحي كبحين فلسفة إيو الاعتماد على العقل وحي يجيبه السعة أيو خلاف يعني الوحي في الشق هم في الشق وحي حقا سوچرا يقول حقا سيچران والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا.